بتطلع كل ليلة 200 دولار، اقل شيء على قولتها. كل ليله هيدا اقل شيء. قد ايه بتطلعي باللايف سرير؟ يعني امبارح طلعت 200 دولار، بس عندي كريدت كارد هي جوا، كل شيء بحطه بقلبه. يعني انا صغيره وعندي كريدت كارد. طالع ومبين نص صدرك وفاتحه نص بطنك، طالع بالماي ولا شوي فمنا. تسالك المذيعه قديش بتطلع بالليله، بتقولي لها 200 دولار وبكل فخر اقل شيء 200 دولار. حبيبي مبسوطه كثير انه انا صغيره وعندي كريدت كارد، عندي فيزا كارت يا حبيبي. منين المصاري يا هيكلوزي؟ انت من التيك توك من على السريع البريع. لو مبسوطة حتى المذيعة خجلت وصارت تضحك انه يا الله على التفاؤل وين وصلنا. كأنك عم تقولي للناس ما تشتغلوا شيء، روحوا اطلعوا لايفات. ما انه غلط، لكن اللي قدر يطلع يطلع. لكن سوري بس شو المقومات؟ لك انت سألتين عنها. نحن عايشين بوضع، نحن عايشين بظرف اليوم. يعني نحن اول شيء التيك توك ما بس بلبنان، تيك توك بالدنيا كلها، حتى بامريكا. امريكا خربت الدنيا لحتى تشيل التيك توك من عندها، ما قدرت تشيلته. يعني التيك توك ما بس بلبنان، والاحكام ما بس بلبنان. اليوم نحن الشباب اللبناني فتح لنا هيدي الطاقه، بنقول لا، فتح لنا باب رزق بنقول لا. بس سوري انا شو خمون، بس خليني اسمع خمون. شوي سالت سؤال، ظرفي ليدعمني، داعم فاعل خير، فاتح جمعيه خير. ما جمعيه خير، نقول هيك. نعم. مش كل الداعمين، مش كل الداعمين، لانه انا عندي داعمين وبعرف في داعمين انا دعموني لتزبط ماديتي، في داعمين، في داعمين دعموني لسافر من لبنان. ساويني الداعم، ساويني بس ساويني الداعم. لاقول لك شغله، الداعم اليوم مثلا شيخ بالسعوديه، طبعا مبينين عادتهم كانك ماشي بالشريعه ولاحقينك اربع كلاب وكله عم بيعوا مع بعض. لا احترافيه ولا زراب ابدا بالموضوع، كل واحد حابب يبرز حاله اكثر. وانا هون وهديك بس سوري قاعده عم تلعب بشعراتها وحاطط لي رجل على رجل مع الكعب يلي لابسته معلم، شيء فاخر على الاخر يقفشني الله. انا لا وبقول لها يعني باب رزق اجانا، اذا اجانا باب رزق شو فيها؟ باب رزق بالاحكام يا حبيبي، وين الشوارب يا باطل يا باطل. انواع الداعمين اللي بيدعم جسديا كرمال جسديا في كتير عملوها على تيك توك. و شو يعني كرمال جسديا؟ كرمال بس يسكر لايف يدق لها فيديو كول. ايه صارت هيدا معك؟ اول نوع اكيد. لا ضفر اجري ما شافوه. نحن ما شفنا ضفر رجلك، بس شفنا اظافيرك العشرة واظافيرك السبعة وجناحاتك السبعة. يسعد الله انا على البرونزاج والتاتوات الضفر رجلي. انا اذا عم طلع مصاري من هالشي ليه برفضه؟ ليه؟ خلص اختي طلعي مصاري انت وظبطي امورك على 24 وخلينا ننبسط. ولا اليوم خلصت الحلقه، دمتم سالمين. لا تنسوا تولعوا الفيديو لايكات شيرات وتعملوا متابعه للصفحه زبده فيديوهات كمان. يلا سلامه يا حمامه، يستر لربكم.